في البداية زميلي كريم مسعد مراسل تيم تي في هينضم إلي من محافظة سوهاج في صعيد مصر. كريم برحب بيك مرة تانية وطمني إيه الجديد اللي لديك هناك؟ نعم أهلا بك كمال من جديد وأهلا بكل مشاهدي تن تي في. ما زلنا متواصلون في التغطية المستمرة للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى، انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول من هنا من محافظة سوهاج. نتحدث منذ قليل تم دمج 32 لجنة انتخابية في عدد من الدوائر مثل جرجة ودار السلام والمراغة وغيرها. هذه الدوائر تم دمج عدد من اللجان فيها بسبب تأخر وصول القضاء إلى هذه اللجان، مما أدى إلى دمج هذه اللجان مع لجان أخرى، وجاء ذلك على لسان اللواء أحمد عبد الفتاح واللواء مدير أمن سوهاج. تحدث بأن هذه اللجان تم دمجها بسبب تأخر وصول القضاء. أما على مستوى الحالة الأمنية فإن الحالة الأمنية تسير بشكل جيد جدا حسب ما وصف لنا أيضا مدير أمن سوهاج. من ناحية أخرى قوات الجيش والشرطة تتواجد، وهناك دوريات مستمرة تقوم بالمرور في محافظة سوهاج وفي مركز سوهاج وقسم أول سوهاج تدور بشكل مستمر، وأيضا طائرة هليكوبتر تقوم بتأمين المكان من وقت إلى آخر، تقوم بالمرور فوق مدينة سوهاج من وقت إلى آخر للتعرف على المزيد من المتابعة الانتخابية. ينضم إلينا بعض الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في العملية الانتخابية حتى الآن حتى نطلع على آرائهم في سير عملية الانتخابات. بداية أهلا بحضرتك معنا، نتعرف بحضرتك. اسمه مصطفى ابراهيم السيد. استاذ مصطفى حضرتك ازاي شفت عمليه الانتخابات النهارده؟ ايه اللي انت شايفه في الانتخابات النهارده وايه اللي تقدر توصف لنا بيه العمليه الانتخابيه؟ العمليه الانتخابيه ماشيه كويس وبانتظام وكويسه 100 100. طب هل حضرتك شايف ان في اقبال من الناس على ان هم يجوا يرشحوا ولا لسه الاقبال ما زادش؟ لا في اقبال ان شاء الله، في اقبال ان شاء الله وهيزيد برضو تاني، عشان يمكن الناس في الاشغال او في مصالحها. عشان الناس من مصالحها وشغلها وبتاع، فالناس هتيجي برضو بعد الله. ايه طموحات حضرتك من البرلمان اللي جاي؟ عايز تطلب ايه من مجلس النواب اللي اطلبه من مجلس النواب اللي جاي؟ ان هو البلد تبقى كويسه ويعني تبقى البلد هاديه ويشوفوا مطالب البلد. بس مطالبك انت الشخصيه لو انت مثلا بتطلب مشكلات في منطقتك في محافظه سوهاج، ايه المشكلات اللي بتواجهك وبتطلب من البرلمان او من المرشح اللي انت رشحته ايا كان هو مين ان هو يحلها؟ يعني يشوف مصالح البلد ويشوف مصالح الناس اللي انتخبت، يعني بس يعني مش اكتر من كده. اشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا يا فندم جزيلا. ايضا ينضم الينا احد الناخبين، نتعرف بحضرتك. مصطفى صديق عبد الله جامع سوهاج. استاذ مصطفى ازاي حضرتك شفت او ترصد العمليه الانتخابيه وتتابعها؟ اول حاجه انا ابعث برقيه تهنئه من شعب سوهاج الى السيد الرئيس السيسي اللي هو اعطانا الفرصه بالانتخابات الحره السليمه اللي ما فيهاش تزوير، وماشي الانتخابات الحمد لله في مسيرها العام. واشكر القضاه والساده المستشارين والساده اللي جايين بالاشراف على اللجان. طيب حتى الان الاقبال راه البعض دون المتوسط، كيف تراه؟ هل ترى ان الاقبال سيزداد ام ان الاقبال تراه مقبول؟ في حاجه اقولها لسعادتك، ان اللجان في مدينه سوهاج والاصوات حاليا في قرى تبع مركز سوهاج تنضم للمدينه، فهناك في اقبال في القرى واقبال في المدينه، فاقبال القرى اكثر من المدينه للعصبيات والانتماء لابن البلد وابن القريه يختلف عن المدينه انتماء ليها. فدي اللي احنا يعني كنا نتمنى ان المدينه تبقى وحديها والقرى يبقى لوحديهم، لان القرى فيها عصبيات وفيها انتماء لابن القرية. أخيرا أستاذ مصطفى، ماذا تطلب كمواطن من البرلمان الجديد من مجلس النواب الذي قمت بانتخاب أحد المرشحين له أو لمقاعده في المرحلة المقبلة؟ أنا أتمنى من العضو إن كان قروي أو مدينة إن هو يجود والتشريع وينتمي للتشريع وينتمي إلى ابن بلده، ومش عايزين المستحيل منه، عايزين اللي هو يقدر يعمله والحكومة تقدر تنفذه.
بحيث انه اول حاجه ان في كميه من الشعب الكبير في محافظه سوهاج وقراها يعيشون في اقل درجه من المعيشه اللي هي درجه الفقر. فنتمنى ان اي عضو يطلع من سوهاج، هم ثلاث اعضاء في المدينه والقريه، ويبحثوا عن تشغيل الشباب وانخفاض في اسعار المواد الغذائيه. ونتمنى يعني ان يكونوا في حسن الظن بتاع الشعب اللي هو هينتخبهم، وارجو من شعب سوهاج وشباب سوهاج ان هم يدوا المرشح اللي هم شايفينه كفء، بحيث انه ما تخافش ان هم يعني يكون في احتياج ليهم وهم يكون في احتياج ليه ويلبي لهم طلباتهم. واول حاجه يكون العضو ينتمي الى البلد وينتمي الى شعبه. اذا اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى لتواجدك معنا عبر تن تي في. مشاهدي تن تي في نستمر معكم في هذه التغطيه وفي هذه المتابعه ونرصد الناخبين الذين سوف نحاول اللقاء بهم حتى نتعرف على العمليه الانتخابيه. ايضا ينضم الينا احد الناخبين هنا، نتعرف على حضرتك. محمد عز، وكيل مدرسه البحث الابتدائي. استاذ محمد، عايزين حضرتك تقول لنا، توصف لنا بقى حاله الانتخابات وكيف ترى العمليه الانتخابيه. والله اللي انا شايفه، شايف اقبال ضعيف شويه النهارده، يمكن عشان خاطر لسه مثلا مواعيد الشغل او الناس لسه ما خرجتش مثلا، لكن اقبال ضعيف. المفروض ان يعني لكل الناس يعني تاخد في بالها كلمه الرئيس السيسي لما قال ان احنا لازم ننزل وكل واحد يشوف اللي هو شايفه انسب ليه وحاسس ان ممكن يحقق له مطالبه ويصوت له. طب كيف رايت الحاله الامنيه بقى بشكل عام في محافظه سوهاج وكيفيه تامين الانتخابات؟ الوضع الامني بشكل عام، هل شايف حضرتك ان هو مناسب ومؤهل لانك تنزل وتذهب الى مراكز الاقتراع؟ لا، الامن يعني بسم الله ما شاء الله حاجه زي الفل. بنادي شعب سوهاج ان ينزل في اي وقت، الشارع امان، اللجنه امان، الاحتياطات الامنيه كل حاجه زي الفل. الناس تنزل ما تخافش، مفيش اي حاجه في الشارع، قوات مسلحه، الشرطه، الناس المدنيين مامنين الشارع ومامنين اللجان، وبناشد كل شعب سوهاج انزل وادلي بصوتك، مفيش حاجه تخوف في الشارع. ماذا تطلب كمواطن من مجلس النواب؟ والله طلباتي كمواطن سوهاجي او مواطن مصري من مجلس النواب ان هو اول حاجه يبص للشعب. انا ببص لاحتياجات الشعب، مطالبه، مش هتكلم في 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 حاجات ممكن تكون يعني شخصيه، لا، احنا بنتكلم على الاسكان، بنتكلم على التعليم، بنتكلم على الصحه. اهم مطالب شعب مصر التعليم والصحه. اذا اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد لوجودك معنا عبر تن تي في. شكرا جزيلا. متابعينا مستمرون معكم في التواصل لتغطيه انتخابات البرلمان المرحله الاولى من هنا من محافظه سوهاج، وسط تباين في الاراء ما بين كونه اقبالا كبيرا او اقبالا متوسطا عفوا او اقبالا ضعيفا بحسب بعض الاراء. لكن هناك توقعات من قبل البعض بان الاقبال سوف يتزايد في المرحله المقبله او في الفترات المقبله في الساعات المقبله بسبب المشاغل والمصالح الحكومية أو الأعمال التي سوف ينتهي منها الموظفون أو الناخبون في محافظة سوهاج، ثم يتوجهوا بعدها إلى مراكز الاقتراع. على أي حال، كما رصدنا لكم، هناك حالة من التأمين الكبير والثقة من قبل المواطنين في سير العملية الانتخابية بشكل الأمثل أمنيا. هناك حالة تأمين كبيرة كما ذكرنا أيضا سابقا، هناك مراعاة من وزارة الصحة ومن مديرية الصحة هنا في سوهاج برفع حالة الاستعداد القصوى لتجنب حدوث أي مشكلات أو لمحاولة معالجة أي مشكلات أو أي من كبار السن أو غيرهم الذين قد يتعرضون للإجهاد أو ما شابه ذلك أثناء عملية الاقتراع. وأيضا هناك كما ذكرنا أيضا أن بعض اللجان تم ضمها إلى لجان أخرى، نحو 32 لجنة تم ضمهم إلى لجان أخرى، وذلك بسبب تأخر وصول القضاء في هذه اللجان، وتم ضمهم إلى لجان أخرى. هذا ما لدينا حتى الآن. نعود إلى استوديو تن تي في مع الزميل كمال ماضي.